صباح الخير نيكو. أوب أوب. صباح الخير، معاكم راشد القمزي، وراح أكون معاكم إن شاء الله لمدة ساعة كاملة مباشرة للإجابة على كل أسئلتكم إن شاء الله. مجال دراسة طبعا هو في إدارة الحيوانات المهددة في الانقراض من جامعة كنت في بريطانيا. نعم موجود عندنا نمور عربية، وعندنا اثنين منهم قيس ولبنى ذكر وأنثى، وشغالين الحين على برنامج أكثرهم. أنا عندي سؤال، ليش أنت تبغي تتبرع فيه للحديقة؟ سؤال جميل جدا. يعني أول ما اشتغلت بعدنا نتعلم ونشتغل ككيبرز وملاحظين، فكرت أني خليت الباب مفتوح، فمن كثر ما تشيك أنه لازم تقفل بيبان ولازم دبل لوك ومش عارف شو، فكرت أني نسيت الباب، فرجعت أشيك. الحمد لله أن الباب الثاني كان أوردي مقفول، لكن هذه من تشتغل ويا الحيوانات فنحن نقول السيفتي وتشيك على البيبان، فخفت انها الباب مفتوح والحيوانات داخل، لكن الحمد لله اني كنت اوردي قافل الباب الثاني. الغرفة كانت فاضية، لكن الخوف والزيغة من التفكير بس ان حيوان ممكن داخل خلاص. يعني نعم كان ممكن يتجنب لو الحديقة كانت ماخذة سيفتي بروسيجر أحسن والأهل شوية حريصين، كان الوضع أحسن. طبعاً اللي سؤال السؤال هذا أكيد يعرف قصة ليدي، وجود ليدي عندنا في الحديقة أكيد. نعم مش إلا أنا، أعتقد ناس وايدين صاحوا على موت ليدي. أنا أشوف ليدي يدتنا موجودة في الحديقة، يعني كانت وحدة من العائلة عندنا. سؤال جيد جدا، لأن أصلا القرود والغوريلا الحيوانات هذه تعيش في مجموعات عندها السوشيال جروب، فالنقطة هذه وايد مهمة، بحيث انك انت لما تتعامل معاهم اول شيء لازم تعاملهم تكون كلوز معاهم عشان تكسب لا 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 لا. فاذا قدرت انك انت تعامل معاهم بقرب وتحسسهم انك انت يعني فريند وكلوز معاهم، المعاملة مع البراميت بتكون جدا سهلة. اما اذا ما في كونتاكت، ما في علاقه ما بينك وما بين الحيوانات هذه خاصه القرود، اكيد بتكون صعبه. عندي حيوانات، نعم عندي قطاع وهنتين ذكر وانثى، وعندي ببغاء بلو وان جولد ماكاو اسمها ارجنتينو، ومعايا من سبع. يطلع من حديقة حيوانات العين، ما أعرف حد يخلي بيته ويطلع. سؤال جدا مهم، وين كل واحد يبغى يوصل؟ أنا أشوف وين أبغي أوصل إني أشوف كل الناس قاعدة تحترم الطبيعة والتنوع الموجود عندنا وتحترم. مشكلة ما عندي سناب وما عندي شيء، عندي تلفونات من الجدام هاي إرسال واستقبال بس. لا يوجد عندنا أي دايركت كونتاكت في التعامل مع الحيوانات المفترسة، نحن هنا في حديقة حيوانات العين نطبق كل المعايير الدولية في التعامل مجال الحياة البرية. أول شيء طبعا هذا
الحب في انا اني انا اشتغل مع الحيوانات البريه. الشيء الثاني ان الدوله محتاجه بعد محتاجه ناس ومواطنين شغالين في هالمجال نفس ما شغالين في المجالات الثانيه. هذا حاله حال اي وظيفه ثانيه. اوعدكم ان شاء الله بتجربه جدا جميله تدخلون فيها عند احد انواع الحيوانات الموجوده عندنا وتستمتعون وتاخذون صور وتسالون اسئله. اكيد طبعا يعني شغال مع حيوانات شو اكيد يعني، لكن ما بخبركم شو. بنيب ان شاء الله نوعين من الحيوانات ان شاء الله قريبا، والباقي تفكرون شو هن. سؤال جميل جدا. اول شيء تربيه الحيوانات البريه مش هوايه. اللي عنده هوايه ويحب الحيوانات يحاول يساعدها، يحاول انه يخليها. اول شيء نحن الفيلة مش للركوب. ثاني شيء نحن هنا في حديقة حيوانات العين ضد ضد الممارسات هذه مع الحيوانات البرية. نحن ككبار واباء وامهات اول شيء لازم نحب الطبيعة ونعرف أهمية وجودها، وبعدين نقدر نوصل هذه المعلومة لعيالنا، ومع القراية والتعليم اللي ممكن تعلمونهم في البيت نحن بعد هنا عندنا في حديقة حيوانات العين برنامج اسمه مخيم الأطفال اللي ممكن يتعلم. في بروسيجر عالمي نتبعه هنا عندنا في الحديقة، لكن الأهم مش كيف نتخلص، الأهم عندنا نعرف شو سبب موت الحيوان وشو الإجراءات ممكن تتخذ. الحيوانات طبعا تقدر تميز راشد وعبد الله وعلي ومحمد عادي، لكن أن تكون أليفة لا. أوكي ممكن تكون أوكي بس أليفة اول شيء افتخر ان في حد بيشتغل نفسي كيبر، وهذا شيء طيب. وثاني شيء بامكانكم التواصل. اول شيء شكرا ان في حد يبي يشتغل نفسي كيبر، هذا شيء افتخر فيه. وثاني شيء اذا حابين تشتغلون مع الحيوانات في عندنا برنامج للتطوع ممكن. صراحه ما عندي فريق مفضل، لكن كل حد يلعب كورة زين لازم يشجعه. لا شكرا لتواجدكم اليوم معنا، وسمحوا لنا انه ما قدرنا نرد على كل الأسئلة، لكن نتمنى انكم استفدتوا واستمتعتوا معنا اليوم.